بمحمد خطر المحامد يعظم بمحمد بمحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. ولا ليال درس جينا دينك وعن خصوة قادنا أوصاف الإيمان الكامل إيمانك كامل كأه سفوينك وإسكالي هاي أيان صوق هذا هنا وهو إيمانك وإسلام مضو كحقا و إيمانك هو إسكالي أركان سيدا حديثك الصحيحة كصور ورطيو نبينا عليه الصلاة والسلام حديث كده راي جبريل سؤاله ويديناي و إيمانك مركز ويديي أو نبو الله أن تؤمن بالله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. حديث كاس أيا مركا سوى حوية إيمانك اللو قهد لي أركانتي سأو لحداء مركا هذا إيمانك وحال الربا قفك مؤمنك هو إيمان كاملة إنه لي ماذو إيمانك وحيابا نقصان قليا جرتا سيدة صحيحة أو علماء أهل السنة والجماعة يقبان الإيمان يزيد وينقص بينهن إيمان كوى زيادة وانا نقصانا وحوية إيمان كوى زيادة يا لقيسك إلهي سبحانه وتعالى مواعدك إيمان يسير رسول كيسة أيو كوى زيادة يا إيه تقوى هذه وحاس لقدتغن إيمان كوى نقصانا يا قرآن كأيان عدينا يو إلهي سبحانه وتعالى إيمانك إنه زيادة إلهي قرآن كشاقي آيادة هذا إنه كيف افتتاحني وإلهي إلهي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوب مول إلهي مؤمنين إيمان كوضو كامل كي يوحى وي كوى مركي إلهي أكتيسة وعيد كي صلغو وجلت قلوبهم قلوب توضع بقيس وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا آياتك إلهي مركي الواخرين إيمان كوضا زيادة مرك هذا إيمانك إنه زيادة أيه أو زيادة نلت كذا النقصان أي تاي آيادها سا إلهي سبحانه وتعالى وكو عديه بالنص الكتاب والسنة أنت سال هو ذا عدي مرك هذا أنا قن هذا آيادها أنا نسي آدين سمارة يا أن أصو اختصار إنه وحوي وحا مرك هسي أحاديث النبي يعني عليه الصلاة والسلام ونوع إشارة أيه إيمانك كامل كأه أيان سوق هذا هنا مد كالنتود آيادها اسمرك لا سي أخريه وها مركز إيمان إس آخر كودة أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إلى إلهي أكتيس سبحانه وتعالى إلى أرت ضد مؤمنين كامل إيهين أو حق إيهين درجات إلهي أكتيس يكل إيهين رزق كريم يكل أو جنة الولجيد لكن arintaas waxay ka dhalatay markii laga helay iimaan kaamil oo saxiix ah laga helay ayay darajadaas gaareen. Haddii quraanka akhriso oo markaas suuratul mu'minun qad aflaha al mu'minun alladheena hum fi salatihim khashi'un walladheena hum 'anil lagwi mu'ridun ila akhir al ayat inta la gaara ulaa'ika hum al warisun alladheena yarisuna al firdaws hum fiha khalid ilaahi u dhigi doono. Waa way iimaan kaamil ayaa laga helay markaasay darajada iskaariin darajada iyo maqaamaadka Ilaahay agtiisa waxa looga gaarayo iimaanka kaamilka weeye iimaanka markaas in nuqsaanta laga ilaaliyo oo waxyaabaha iimaanka markaas ee gaabinaya ama maaratay naaqis ka dhigaaya ila iska ilaalsha loo baahan yahay oo aayadaha quraanka la akhriyo markii la akhriyana darajada markaas Ilaahay bacdigooda uu sheegayo wixii sifaad ah oo la soo sheegay in la soo tirsado nafta laga raadiyo in arintaas lagu sifoobo. Marka hadda ee Ilaahay Rasuulkeena Cali (saw) xadiis saxiix ah laga wariyay
oo xadiisu shaykhayn ah nasaayi xataa uu wariyey. xadiiska waxaa laga wariyey saxaabiga la yidhaah anas ibnu maalik radiallaahu canhu ayaa nabiga wuxuu ka wariyey nabigu inuu dhahay laa yuminu axadukum xataa akuuna axaba ilayhi min waalidihi wa waladihi wannaasi ajmaciin ou rasuul. waxau dhahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam axadkiina iimaankiisu kaamil maahan. hadda xadiiska daahirkiisa laa yuminu axadukum axadkiin ma rumaysna ayuu dhahay rasuulku. hadda ma rumaysna haddii la yidhaahdo waxaa markaa daahirku uu kuu sheegaa haddii qofka sifaatkan laga waayo inuunaba iimaan lahaynba. laakiin sida hadda meelo badan axaadiista markii laysu geeyo ay lagu caddaynaayo waxaa meeshan lagu anfinayo waxa weeye laa yagmulu iimaanu shaqsin weeye shaqsi iimaankiisu kaamil noqon maayo ilaa markaasi ilaahay iyo rasuulkiisa wax raalli geliya uu kala imaanaayo oo markaas haddana ilaahay iyo rasuulkiisa maaragtay uu ka jeclaanaayo ahalkiisa iyo owlaadiisa iyo dadka dhammaantooda uu ka jeclaanaayo. marka waxa weeye ilaahay waxa u dhahay rasuulkeenu laa yuminu ma rumaysna axadukum mudkiin xataa akuuna intaan ka ahaanayo aniga nebi maxameda axaba ilayhi xaggiisa mid loo jecayl badan yahay min waalidihi waalidkiisa oo waalidkiisa dhalay oo aniga khayru khalqillaahi uga jeclaanaayo iyo wa waladihi owlaadiisa iyo wannaasi dadka ajmaciina dhammoon. bal u fiirso hadda maxabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam maqaamka dadka ay gaarsiinayso. haddii hadda maxabadaas la waayani waxa weeye qofka iimaankiisi aanba wax jiro aan ahayn, sababtoo ah iimaanki waxa uu ku jiro oo iimaan kaamila lagu helaayo waa in rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax walba wixii ilaahay ka soo hara laga jeclaado. waa inaad nabiga ka jeclaataa, waalidkaaga aad ka jeclaato, owlaadaada aad ka jeclaato, ahladaada aad ka jeclaato, bani aadamka dhammaantiis aad ka jeclaato, xataa ambiyada iyo rususha iyo malaa'igta ku dar waa inaad ka jeclaataa. haddaan taas la helin maxaba ma jirto markaasi oo markaasi ictibaar leh. iimaan oo kaamila ma jiro weeye. marka maxabadii iyo iimaankii oo kala laasimaaya waxay isugu imaanayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam jacaylkiisa isugu imaanaya. maxaa yeele xadiiska nabigu wuxuu leeyahay axadkiin ma rumaysna xataa akuuna axaba ilayhi inti uu iga jeclaanaayo oo maaragtay aan uga jacayl badnaanaayo min waalidihi waalidkiisi dhalay iyo waladihi owlaadiisa uu dhalay iyo wannaasi dadka ajmaciina dhammaan. marka bal u fiirso arrintaas arrinyaab la weeye. rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa saas in loo jeclaadaa weeye. maxabada hadda marka meeshan waxaa laga wadaa hay dhahay culummadu laasimkeedaa laga wadaa oo ah waxa weeye imtithaalu amri almaxbuub midka la jecel yahay amarkiisa in la fartoomo. nabiga waa jecelahay mana raacsani oo manhajkiisi iyo dariiqadiisi waa ka leexday, taas waxba kama jiraan. xadiiska markaasi ma ahan in nabiga calayhi salaatu wasalaam qalbiga waxa weeye maxabatul jinaan ma ahan oo waxaa jirka maxaba iyo shafaqo maahan sida owlaadda iyo maxabatul cishqi sida qof caashiq ahoo naag jecel iyo waxaasoo kale maah. waxyaabahaas maxaa yeele maxabadaas waxay kuma yimaadaan ikhtiyaar kuma yimaadaan ee shayga qofka qahran wax ugu dhaca weeye. laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam maxabadan la jeclaanaayo waxa weeye waxaa laga wadaa in nabiga haddii la jecel yahay waa in amarkiisa la qaataa. maxaa yeele insaan qofkii jeclaado culummadu waxay dhaheen fa ina man axaba insaanan saaraca fii hawaahu, qofkii insaan jeclaada wuxuu u degdegaa jacaylkiisa. oo qofka aad maaragtay aad jeceshahay hawadiisaad u degdegaysaa wuxuu jecel yahay la jeclaahaysa. marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaad jeceshahay wixii nabigu uu jecel yahay waa inaad la jeclaataa. rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay allihiisa uu jecel yahay, kitaabkaas ilaahay lasoo diray inuu ku camal falo ayuu jecel yahay, wixii xumaanahoo dhan oo sifo xun inuu ka leexdo uu jecel yahay. waddadii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu qaaday markii aad qaadayso ayaa maxabada nabiga markaasaa sax la dhihi karaa. laakiin qof waxa weeye manhajkii rasuulka ka leexday ee jacayl nabiyaa ihaaya dhahaaya kaas waxa weeye beenuu sheegaya, taasna ma ahan markaasi dadka in lagu qaldamaa. xadiiskaas waxaa wariyey bukhaari iyo muslim, nasaa'ina waa wariyey. haddii mar kalentood xadiis anas uu wariyey aynu soo qaadanno waxa u dhahay rasuulkeenu
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وحيابها إيمانك كاملة رسولك وحوله أحد كين مره ما يسنى وكي كلمة عن هيسيو إيمان كيسو كامل مها حتى يحب لأخيه ولا لكيس انت وكلا جعلان أيو ما يحب لنفسه وحو نفسي سلجعله بني آذنك وحيابها كوبا ظنوه لباتذا كوكينا وحاكا ماذا وحل إلى هذا حسد يا حقدك قفك انت وقف ولا لكيس حسد أيو oo waxa weeye markii oo wax ilaahay nicma uu siiyo wadnaha lagu dhufanayo beerka uu ka kala qahirayo waxa weeye iimaan ma laha qofkaas waxa la rabaa waxaad adigu naftaada la jeceshaho khayra walaalka inaad la jeclaato saas loo baahan yahay iimaanka shakhsi uu kaamil ma aha weeye tan iiduna ilaa dadka muslimiinta uu kala jeclaanayo wuxuu naftiisa la jecel yahay naftaada basalan ba caafimaadaad la jeceshay tanaadnimaad la jeceshay توفيقات لا جعشاي أولاد با لا جعشاي أزواج أياد لا جعشاي وحكا سيكو فرح دال لا جعشاي وإن عددك مسلمين تا إيغنا وحصل لا جعلاتا هديك لانتود أو قف مسلم مركاد أركتو أو إلهي أو نعمي ودنها الوغول فنايو أو مركاس ساسا إيمان ميشا سميال وحا مركاس إلهي أكتيس الدرجة اللوغة قارا إنا وحاوي إيمانك كامل كاوي سيدا هذا إلهي قرآن كنصوصي سوكو عدي يا سيدا نبغي نعدي هذا هذا غدتك مسلمين تا أو ولا لها حتى علماء قارو حيلادين أخيه دان حتى وحوي مسلم ككلية ما هنا بني آدم ككلو حتى قال هذا قال كوح لا رجع لها محيين قال كوح لا رجع لنا يا إنه صو إسلام أو مركز أخاك في الإسلام ونقضه ولا لك إسلام مضخ ولا جرة لكن قال لي مديس كل جعلها تمام قال كوح أتكج على كرتوا حوي إن أرجع لجع لاته إنه صو إسلامه أو مركز إسلام كسوح حوجيه أو قرب كاج بري أو نقضه إن أساس ولا جعلته له بهني لكن إن أصدقوا مع سيدي سيء كفر جيس كجرة هذا جعلته ماشى صوح إيمان بمجالين حديث كامرك حديث صحيح حواي وما هات كوحوي إلا أبا داود مويا أنت كلوائي وريه وها كلون صاق هذا هنا حديث إسلام أنس لجوريه أن رسول كان عليه السلام وكوريه نبو حوده هاي ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وده نبو سدح خصلات أم سدح الرموت قف كل جهله إيمان كم عنتي سوه لا يور رسول وقف وحوي ذا قد دعم الإيمان الكامل على جودة حديث هذا عن كور رمينه إيمان كامل كهلا جهله هاي سدح دان الرموت قف كل جهله إيمان كامل أيود الدمية أو هاي استهور رسولك عليه السلام وأنا صدقا وأورى رسولك عليه السلام أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما مدى أقوه رئيسا وحوي إلهي إيه رسول كيسا وإن أكجع على ذوحك الصهرة أو إلهي إيه رسول كيسا إلا أجع على ذو أو وحي أيك الصهرة أكجع على ذو وحكست إلهي رسول كيسا وإن أكجع على ذو هذا هنا أرنتو ساس أين الماشى إيمان ميالو وها وي وحي إلهي رسول كيسا رالي قلنا آيات دورا نيسا أو دوحك ساعتك دورا نيسا مركا وحاولا رسولكو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما هذا إلهي رسول كيسا دان لجعلين أيام بها دا وحلا قارا يسجر أدويا آخر حبالا قارا مال مدى الله بعد وحاولا وأن يحب المرأة لا يحبه لله لله تعالى قفك إنه جعل هذا مسلم كأه أو صن أجعلان إلا الله دراد اسمه وأن يحب المرأة روح وإنه جعل هذا لا يحبه أسوأ أجعلان إلا لله تعالى إله دراد اسمه قفك مسلم كأه وهذا الربا جعلك أجعل شيء در إلهي إليك أهات أو وحوى مسلم كمحبة أجعل شيء ولله تعالى ما هي لا أدون إلهي ويقف كانوا إنه ساسي هاي إنه أدو جعلاته لغربة هذا مال أجعلاته سياسة أدو جعلاته عسبيات أدو جعلاته وحاس وحوية وح إيمان ما هن تاس إيمان ما هن قرابة إن لا جعلاته ولا ربا لكن وحال ربا قرابة ضد أمارة يا شريعة إسلام ككولا ولا الأكولا رغم إنه يهين لكن أدي دين تأي كتغان وحبنا أديك مركز إسان كمغلين إنا هرت إسك حريري سواح دبا مالا وحقا قعانتا إيا ساس لكن وحوي قف إلهي رسول كيسا بيني أما أن رميني إلا حريشاه إيمان كبكا مدماها
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أطول إلى عيادة سيقلي مين وحتى لقوقا حتى آباء هذا هذا قف إلهي رسول كيسا خلاف إلا جعلان ماي مركا قفك مركا جعلان يسو وعلى ربا در الله إنا دو جعلاته در الله مركي اللي سجعي لها جعل كاسوا سعونيا لكن هذا دنيا وحي أبضتي دناء لا يسجع له أو مركا دناء الدنيا دي لا يسجع له در الله إيسان هين إلهي رسول كيسا دان لا يسجع له جعل كاسوا سعوماي وعلى ربا كيسا مالي والبا دادك وضا السعودي أو إسقوي أو إسعاي أو إسحمناي أو إسدلا يدأ كيسا معناها مركا رأي وحوي أساس أن الله سمعين المحبة دوض. محبة وحال ربا أساس كيدو لله سبحانه وتعالى ورسوله إنه وهذا دادك إلهي الدلاد إلهي رسول كيسا الدلاد يسجع لهذا إيمان ما كالقوا آحريش كود لكن هذا تراد داد وحان مارتيا حولان اسكو جعلسيها وحسن كو جعلها ولا حو إيه بري مركا وحان صعان ما مركز بري والا وينيا بري مركا لا وين قف كاس قعان كوميس ولبا كاسا كو وعلاد بدا معايا لو هاو داي سفيان الثوري تابعي جليل كاي وهاو داي اصل كل عداوة الاحسان الى اللي امنوا عداوة لان اصل كاذو ماشي وكيما هذا ان الاحسان اسامي صدد قونا وي تدك الدقون تاقفك وح اسامي ايي مالتي اوغو حيين اوغو علاد بدين مركا وحانا يلايا هذا واحد وهي إيمان كودي بانجر إيمان لعن باهيسة مركا سا إيمان كود وهو هاي كليه أنت سيرت هاي واحد كعون عيا وواحد الدنيا سيس عن ما يان إيه هدي إلهي هدي الله يجعلنا عيو جعل كاس أساس كهلو توسيو لله ورسوله هلا قد يقو هدي الله ربي الله يجعله ده هدي لكن دنا الدنيا أي تاي الدنيا بس أنت الله يسكوه سكليه الله يجعلنا يا سياسة هدي تاي وحاس هدي تاي وأنت كليه هو شاس الله يسوه ده مركب محبة ما أنتاس محبة لما يرى هذا معايلة رسولك وحوضة عليه السلام وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله تعالى مدى سدح هذا وحوضة رسولك وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يغذف في النار وحوضة رسولك أنا عليه السلام وإنه كهذا إنه قال نما كن نغضه قال نما إنه كن نغضه بس أنا بحاول قال لماذا مركو ردوك صوب بحيو إسلامي واقوني إيه هذا ولي جسم مسلم هاي إنه قال لما أو مركز قال نقطة إسكو مدواي وإنه كهذا أن يعود في الكفر قال لما إنه كن نقطة هو قال لما أو قال أو هذا يصير كافرا وي كما يكره سده أو كهنا أو نعب هاي أي يغذف في النار نار الغطور سده أو مارته أو كهنا دب نار إن دحذ اللوجا جريده وأنا وقال لماذا أكهدا قال لماذا سأسأله بعيا لقال لماذا نار تأيده كو جهز قف قد قال لي هاي وها إلهي سبحانه وتعالى وعدي جي وعيد كالله وياي إنه نار وجلاي مرك هذا قال لماذا سيد الله كهنا يو وين الله كذا سيد قف مركز بهل نار الغطور أيو خلاص أكانيش ilaa imbooshaas naarta waa ku halaagsamaysa waa ku dhimanaysa hadii gaalnimo markaas waxa weeye adan kaan qiyaamo ayaa markaas cadaab iyo dhibaato ayaad ku dhacaysa waa weeye marka iimaanka kaamilka saddexdaas khasladood qofki hela ayaa iimaanka macaantiisa la u dhahay hada qof walba waa fahmayaa ho hada marka aan ku celinno ku celis ma warabte ilaahay rasuulkiisa waa inaad adka saka jaclaata qofka muslimka waa inaad jaclaata دار الله أذو جعلاته وحكلا أذو جعلاني قال لماذا وإن أتكهتا إن أت قال لما أتكل لابتو سيد أذو كهانا يسو نار إنه قطورة حديث كان سيد لبت الكيسو حوي أمهاتك إلى أبو داود ما أنت كوائي ورسي مركا هذا سيد أس أيا مركا حتى أدتك وإن سنو الله جعلاته إيمانك كامل كان أيا كمتهي مع إلى حديث إسلام سوريا وهؤلاء رسول كان عليه السلام الإيمان حب الأنصار وأولى رسولكم يا آية الإيمان ولا نبو حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار ولا نبو وأولى رسولك عليه السلام إيمانك على مديس وحوي أنصار لا جعلاده أنصار رسول الله إلا جعلاده تتك النبي عليه السلام مدينة أبو نبو كسود وي جعل كوضو أو كتو سنة إيمان أو كتو سنة
قفك جعل وهاوي وحال ديك لو قف مؤمن وي وإن لجعل ذاوي قفك مركز عن صارو عروذنه وهاوي قف مارتيا أسونا وهاوي منافقه نغنيا ومركز جعل كوضو إيمان كامل أيال لجهليا عردو ذا لو عروذ أم الله نعض أم الله كهنه وهي كينيسا مركز منافق نمي كينيسا منافقين تنوا طول يا الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والإله تدك منافقين تا نار تدبق أوه هوس يا عيال وجدايا أيجا إيه مركز فرعون يا آل كيسا مركز وعوية أمورها صورا وحي كمديهين إيمان كامل كأي كمديهين مركز وعنو كد ذا لنا سلا إيمان كانوا أو كامل كو هذا أو أنو إسكال علينا إيمان كسلا مركز نقصان تأكينيسا وحيابها سيا مركز سال ربع إن لا إسكال عليه marka hadda waxa weeye darsigeen ka waramay awsaful iiman al kamil asagana inta soo noogu egyahay wabillahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bi muhammadin khatarul mahamid ya'zumu bi muhammadin